شكرا على التواجد ديالكم معنا. دونك بخصوص هذه البادره هذه اللي الكل كيعرف الحاله اللي كيعيشها الوطن الحبيب ديالنا وفي ظل هذه الجائحه. دونك وكان نداءات من عبر منابر اعلاميه وعبر التلفاز بان كاين خصاص مهول في الدم. لهذا ارتئينا باش معيه اعضاء الجمعيه والمنخرطين ومع المتطوعين اللي كنبغي نشكرهم بالمناسبه. ولله الحمد دارت حمله تحسيسيه زهاء واحد 10 ايام وحددنا هذا اليوم، واخا كنا غنديروه في واحد القاعه اخرى للاسف الشديد اللي تم التغيير ديالها في اخر لحظه لاسباب الكل كيعرفها. دونك المركز الجهوي قال لك اودي يمكن لكم تنقلوا عندنا، واخا العدد كنا حنا معولين تما غيجي العدد كثير بزاف، ولكن الحمد لله انا وصلنا لواحد 340 تقريبا اللي تبرعات، وحنا مازالين مستمرين العمليه ان شاء الله حتى يومين ثلاث ايام حتى اسبوع باش نعتقوا ارواح اللي محتاجه لهذه النقطه ديال الدم. وكنتمنى تعمم جميع المدن بصفه عامه على عبور المملكه بهذا المفهوم هذا. وشكرا لكم. جمهور ديال رجاء البيضاوي طبعا الحال كيكون سباق مجموعه من البادرات، وان شاء الله بغينا هذا الشيء يتعمم، يعني تكون مثلا كل 6 شهور يكونوا بحال هذه البادرات ان شاء الله. هذه البادره فجات نظرا ان كاين نقص كبير في مخزون الدم، يعني كاين واحد الاحتياط ديال 5 ايام. علاش؟ لانه مفضل هذه جائحه كورونا الناس بزاف كتخاف انها تجي تبرع، تلتو كتسمع مثلا السبيطار كتقول غنتعادى وغيقيسني المرض. ما الحمد لله كنديروا احتياطات ديالنا وربي اللي كيحفظ. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.